السلام عليكم طلابنا الأعزاء. المحاضرة العاشرة بعنوان Biology of Circulatory System. طلاب احنا راح نشرح لكم إن شاء الله بصورة تفصيلية هاي المحاضرة، وإن شاء الله تسهل عليكم بموضوع كلش سهل إن شاء الله. والمواضيع اللي أريدكم تركزوا معايا في الشرح النقاط المهمة. طبيعة طلاب احنا بالبداية Circulatory System يتكون من Two System، هاي فكرة حتى تكون الطلاب أمامكم، يتكون من الكارديوفاسكولار سيستم ومن الليمفاتيك سيستم. بالنسبة للكارديوفاسكولار سيستم يتكون من البلد ومن الهارت، ويتكون من البلد فيزلز. بالنسبة للليمفاتيك سيستم يتكون من الليمف فيزلز، الليمف نود، ويتكون من الليمف. أوكي طلاب، هذا بالنسبة لمن السيركوليتري سيستم. إذن طلاب احتمال يجيكم سؤال، Circulatory system it is consist from two system. اللي هو first is cardiovascular system and the lymphatic system. أوكي طلاب، اليوم موضوعنا cardiovascular system. بالنسبة cardiovascular system، السائل اللي يجري داخل blood vessels الأوعية الدموية يسمونه blood. What is the function of the blood؟ شنو وظيفة blood؟ Transport of oxygen and glucose to the other body of the tissue and cells, and remove وإزالة ال waste product اللي هو carbon dioxide and urea and other waste product from the tissue. إذن وظيفة البلد هو نقل الغذاء والأكسجين وبقية الهرمونات إلى الخلايا الجسم، وإزالة الويست برودكت النواتج المضرة اللي هي كربون دايوكسيد واليوريا من الخلايا. هذه وظيفة البلد، وظيفة واضحة وما يحتاج بها نقاش. هذا الرسم أمامكم طلاب يوضح أو أجزاء الكارديوفاسكولار سيستم، اللي هو الوظيفة الجزء الأول اللي أمامكم هو الهارت، البلد فيزلز، وأيضا لاحظوا طلاب البلد فيزلز لون أحمر ولون أزرق، باعتبار هذه قسم من البلد فيزلز تحتوي على أكسجينيتد بلد، وقسم منها تحتوي على دي أكسجينيتد بلد. وأيضا الألوان هذه توضح لون، باعتبار هذا بأكسجين والجزء الأزرق يعني بثاني أكسيد الكربون. هسه طلاب عندنا أول جزء نتناوله هو الهارت. طيب يا طلاب احنا الهارت شنو تعريفه؟ هو عبارة عن ماسكولر أورغان، عضو عضلي. طيب احنا طلاب احنا تاخذون ان شاء الله بالهيستولوجي موضوع الأنسجة. الهارت متكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الرئيسية بالهارت هي طبقة المايوكارديوم اللي هي ماسكولر لايرز، الطبقة العضلية. واضح؟ طبعا الهارت هو على شكل كوين شايبت، اوكي، ذا سايز اوف ا فيست، يعني طبيعي طلاب قبضة اليد هي تمثل حجم القلب، حجم يعني تتراوح حجم القلب. لاحظوا يعني ايضا اي واحد من عندنا يقبض القبضة من اليد ماتم of the fist هي تمثل size of the heart. طبعا الهارت ونقع يقع بالثوركس بالمنطقة الصدرية between the lungs بين الرئتين and directly behind the sternum خلف العظم القص. طبعا طلاب هذا and the end of the base of the heart it is it is oriented to the left، يعني تتجه قاعدة القلب اتجاه الأيسر. طبعا طلاب هذا الشيء اللي أريدكم تركزون عليه، بأن الهارت هو عبارة عن ماسكولر أورغان، ماسكولر أورغان هذا كلش مهم، بس هذا تركزون عليه كشيء مهم بموضوع هذا الهارت. نجي هسه طلاب الكاردياك ماسل بهذا السلايد has a rich supply of the blood which ensures that it gets plenty of the oxygen. طبعا احنا الكارديك ماسلز لازم تحتاج الى blood، العضلة القلبية الرئيسية يحتاج blood. هذا blood شان تزود عن طريق الكورونري ارتري، يعني نفسه الدم يغذي العضلة القلبية عن طريق شريان يسمونه الكورونري ارتري، الشريان التاجية. اوكي
طبيعة المميزات الخلايا العضلة القلبية شو تكون؟ تكون rich in mitochondria. ليش rich بالميتوكوندريا؟ because it is depend on aerobic respiration. تعتمد على التنفس الهوائي. أوكي؟ أكو قسمين خلايا تعتمد على anaerobic ويعتمد على aerobic. طبيعة ما طول تعتمد على aerobic respiration. It is must be rich in supplied with mitochondria. أوكي؟ طلاب هسا احتمال بهذا السلايد يجيكم سؤال كلش مهم. The blood supply to the cardiac muscle can be supplied with شنو coronary artery. إذن المزود الدم للعضلة القلبية يا شريان يسمونه شرايين تاجية أو يسمونه coronary artery. واضح يا ما واضح؟ إن شاء الله واضح طلاب. نجي على السلايد اللي بعده اللي هو يوضح تركيب القلب. The structure of the human heart. طبعا احنا طلاب ال structure of the human heart يتكون الهارت من right side و left side, جهة يمنى وجهة يسرى. اوكي الجهة اليمنى تنقسم الى قسمين, اذين atrium and ventricles بطين, والجهة اليسرى ايضا تنقسم الى atrium وايضا ventricles. اذن it is composed from four chambers. It تكون من أربعة chambers تجاويف اللي هي two atrium and two ventricles. طبعا طلاب احنا the right side of the heart pumps deoxygenated blood. الجانب الأيمن يضخ الدم اللي يحتوي على كربون دايوكسيد وأيضا يكون غير مؤكسج from the body. وليش هذا يكون deoxygenated blood؟ لأن هو جاي الدم من أنحاء الجسم ويصب بيمن بالجانب الأيمن من القلب. أوكي وظيفة the right side of the heart it is supplied with deoxygenated blood in the atrium. يعني الدم يجي من أنحاء الجسم ويصب بالأذين الأيمن right atrium. الأذين الأيمن ضخ الدم إلى البطين الأيمن يسمونه الـ right ventricles. الـ right ventricles رح تضخ الدم المن لللنجز عن طريق إيش؟ pulmonary arteries. pulmonary arteries الشرايين الرئوية. لاحظ طلاب إحنا كل الشرايين بالجسم تحتوي على دم مؤكسج oxygenated blood باستثناء البولمونري ارتريز. باستثناء لازم تركزون طلاب عليها, باستثناء البولمونري ارتريز اللي هو يضخ الدم من البطين الايمن الى الرئه في سبيل شنو طلاب؟ حتى يصير عمليه غاز اكسشينج, تبادل غازي, ويتبادل غاز ثاني اكسيد الكربون مع الاكسجين. بعد ما يتبادل الغاز بالرئه الاكسجين راح بالدم, بالتالي راح يصب الدم المؤكسج يصل الى الاذين الايسر, والاذين الايسر تضخ الدم المن للبطين الايسر, والبطين الايسر يضخ الدم انحاء الجسم مره ثانيه, وبالتالي تتبادل الغازات مع غاز ثاني اكسيد الكربون وتنعاد السايكلز مره ثانيه. طبعا احنا طلاب هذه يسمونها الدوره الدمويه الصغرى, مثل ما قلت لكم الدوره الدمويه الصغرى وتماخذيها بالمراحل الاعداديه اللي هي يسموها بولمونري سيركوليشنز. هاي يسموها الدوره الدمويه الصغرى. وعندنا السيستميك سيركوليشنز هي الدوره الدمويه الكبرى. البولمونري سيركوليشن تبدا اذين ايمن بطين ايمن رئه هذا, وبينعاد الى البطين الايسر الاذين الايسر عفوا. والدوره الدمويه الكبرى او يسموها سيستميك سيركوليشن تبدا الاذين الايسر البطين الايسر انحاء الجسم يصب بالاذين الايمن بعدها. طبيعه الدم this oxygen is almost carried by the red blood cells. اوكي الاكسجين شلون ينقل بالدم؟ عن طريق الار بي سي. الار بي سي وعن طريق مركب يسمونه الهيموغلوبين. عن طريق الهيموغلوبين. ان شاء الله طلاب هذا واضح السلايد. طلاب احنا عندنا هذا توضيح للسيركوليشن اللي يحدث طلاب. مثل ما شرحت امامكم لاحظوا طلاب هنايا الدم
باللون الوردي هو دم مؤكسج، بينما الدم بالجهة الأزرق هو يمثل الدم الغير مؤكسج. طيب يا طلاب إن شاء الله هذا حنشرحه بالسلايد البعدة. الدواء مثل ما قلت لكم الدورة الدموية الصغرى يسمى pulmonary circulation، والدورة الدموية الكبرى systemic circulation. The heart is enclosed in a protective membrane like sac called pericardium. إذن القلب يغطى بطبقة هي حامية protective اللي هي يسموها pericardium. Which surround the heart and secrete a fluid that reduce friction as the heart beats. طبيعة هذا البريكارديوم تفرز سائل، هذا السائل يعني حتى يقلل to reduce friction الاحتكاك بين العضلة القلبية من يصير بها نبضات مثل heart beats وأيضا الطبقة الخارجية. فإذا البيريكارديوم it is secrete fluid. شنو وظيفة الفلويد هذا؟ reduce the friction as the heart beats. أوكي، من ضربات القلب دم القلب يبدأ بالنبض، يبدأ هذا السائل حتى يقلل الاحتكاك. طبيعي the atrium the upper chambers of the heart receive blood coming into the heart. أوكي، أتريا الأذين الـ upper chamber الأجزاء العليا من القلب of the heart receive blood coming into the heart. مثل ما قلت لكم إما يجي من أنحاء الجسم then have thin walls so allowing them to be filled easily. طبيعة الجدران من الأذينين شو تكون؟ تكون thin، نحيفة تكون حتى تسمح بامتلاء الدم بصورة سهلة. They pump the blood into the ventricles. مثل ما قلت لكم الجهة اليمنى right atrium يضخ الدم إلى الventricles البطينين، وأيضا اليسرى الأذين الأيسر يضخ الدم إلى الأذين البطين الأيسر lower chambers thus filling them. The ventricles pump blood out of the heart and the left ventricles has the thickest walls. طيب يا طلاب لازم تركزون the left ventricles has the thickest walls. البطين الأيسر يمتلك جدران سميكة of the heart. ليش؟ it has to do most of the work to pump blood to the all part of the body because it is pump the blood to the distant parts of the body. يضخ الدم إلى أماكن بعيدة بالجسم. Okay, طلاب, this is where the blood has the highest pressures. وبالتالي لازم يمتلك ضغط عالي الأذين الأيسر. هذا كلامنا على الأذين الأيسر حتى يضخ الدم إلى أنحاء الجسم البقية. فطلاب احتمال يجيكم سؤال: What is the thickest walls of the heart chambers? أكتب لكم What is the thickest walls of the heart chambers? Right ventricles. Right atrium, left ventricles, left atrium. فتختارون left ventricles. Okay, طلاب, left ventricles. This is where the blood has the highest pressures, virtually dividing the two sides of the heart is a wall known as the septum. طيب يا طلاب احنا الجدار يفصل الأذين الأيمن والبطين الأيمن عن الأذين الأيسر والبطين الأيسر جدار أو فاصل يسمونه septums. أوكي septums هذا septum prevent the mixing of the oxygenated left side and deoxygenated right side of the blood. إذن الجدار اللي يفصل الجهة اليمنى عن الجهة اليسرى يسمونه septums، يعني اللي يفصل الجانب الأيمن عن الجانب الأيسر بالقلب يسمونه septums حتى شنو يمنع prevent the mixing of the oxygenated blood from the oxygenated blood. إذا طلاب بهذا السلايد الأجزاء أو الأشياء المهمة اللي تركزون عليها كلش مهمة هو what is the fixed walls of the heart chamber مثل ما قلت لكم. اوكي او ايضا بالنسبه لل functions of the fluid that secreted from pericardium. هذه نقطتين كلش مهمه لازم تركزوا عليها.
الجدار الأسمك بالنسبة للهارت تشامبرز اللي هو تختارون مثلا لفت الرايت فينتريكلز الرايت اتريوم اللفت فينتريكلز اللفت اتريوم تختارون جواب صحيح منه وايضا the function of the fluid that's secreted from pericardium. اوكي نجهز الطلاب عندنا هذا رسم ايضا راح نشرح لكم اياه بالشرح بالسلايد اللي بعده احنا طلاب الرايت سايد اوف ذا هارت نجهز الجانب الايمن من القلب الديوكسيجينيتد بلاد فروم ذا بودي انترز ذا رايت سايد اوف ذا هارت ثرو تو لارج فينز هاي لحظه كلش مهمه كولد فينا كاف اذا الدم الغير معكسج يدخل الى الاذين الايمن او الجانب الايمن وخاصه الاذين الايمن من القلب عن طريق وريدين كبيرين اساسيين هذا الوريدين شو يسموهم فينا كافا اللي هو عندنا سوبيريور فينا كافا وعندنا انفيريور فينا كافا هذا كلش مهم طلاب لازم تركزون عليه اوكي انا قلت لكم هاي الدوره الدمويه الصغرى او سواء بولمونري سيركوليشن شان تبدا بالجانب الايمن الدم الغير مؤكسج ما بي اكسجين نسمه قليل من اكسجين بي ثاني اكسيد الكربون كلش هوايه يجي يدخل الى الجانب الايمن عن طريق الاذين الايمن عن طريق تو لارج فينز يسمونه الفينا كافا اللي هو عندنا سوبيريور فينا كافا اللي هو يرجع الدم من الهيد ومن الارمز من الراس والاذرع اوكي هذا شنو السوبيريور فينا كافا يرجع الدم للاذين الايمن من الراس ومن الارمز بينما عندنا الجانب الاخر انفيريور فينا كافا اللي هو يجمع الدم من بقيه انحاء الجسم اوكي ما عدا اللنكس اوكي اذا طلاب انتم لازم تركزون عليه عندنا السوبيريور فينا كافا شنو وظيفته ريتينز بلاد فروم ذا هيد اند ارمز اوكي السوبيريور فينا كافا هذا الوريد الكبير اللي يجمع الدم من انحاء من الاجزاء العلويه الراس والارمز ويصب بمن بالاذين الايمن عندنا الانفيريور فينا كافا يجمع الدم من بقيه انحاء الجسم وخاصه السفلى باستثناء اللانكس both empty into the right atriums واضح this is where the blood pressures is lowest ليش فالدم من ينجمع من انحاء الجسم ويصب بالجانب الايمن بالاذين الايمن لان الضغط مالت الاذين يكون كلش قليل lowest اقل where the heart relax وبالتالي يصير relaxation between the beats pressures in the circulatory system causes the right atrium to fill with the blood. إذن من يكون الضغط بالأذين الأيمن كلش قليل الدم يتجمع من أنحاء الجسم ويصب بالأذين الأيمن. When the atria contract بعد ما الأذين الأيمن يصعد contraction تقلص pressures inside it rises يرتفع الضغط داخل الأذين الأيمن. The right atrioventricular opens اكو صمام بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكلز هذا الصمام يفتح حتى الدم يجري من الاذين الايمن الى الاذين الى البطين الايمن طيب يا طلاب احنا ضخ الدم من الاذين الايمن الى البطين الايمن ايش قد نسبته 30% من الدم الموجود بالاذين الايمن بينما بالبطين الايمن هو يسحب الدم من الأذين 70% من الدم الواصل للبطين الأيمن يسحبه عن طريق شنو عندنا آلية بالبطين إن شاء الله تأخذوها بموضوع الفسلجة في المرحلة الثانية The blood is sequestered from the right atrium into the right ventricle وبالتالي عن طريق ضغط التقلصات أو sequest يعني تقلص الأذين الأيمن يضخ الدم إلى right ventricle This is valve is called known as tricuspid valve. Okay. هذا الصمام اللي يفصل الأذين الأيمن عن البطين الأيمن شو يسمونه طلاب tricuspid valve. Okay.
الصمام الثلاثي الهلالي، يسمونه الثلاثي الهلالي، يعني بثلاث تراكاسبيد شان، ثلاث شان شايفين احنا الزوائد القبعات الثلاثة، هذا أيضا الصمام بثلاثي قبعات تراكاسبيد فالف. هذا وين موجود؟ موجود بالجهة اليمنى، الجهة اليمنى من القلب، اللي يفصل الرايت سايد فروم الرايت سايد، الرايت سايد فروم رايت اتريوم، رايت اتريوم، رايت اتريوم فروم رايت فينتريكلز. اوكي، طيب the closing of this valve makes us sound loop. ها ان شاء الله نشرحها بالسلايد اللي بعده، يعني اللوب اند دامب. اوكي، هسه طلاب نجي على when the atrium is empty the pressure inside it falls، فمن الدم يفرغ من الأذين البرجرز داخل يقل، and the pressure inside the ventricle begins to the rise، وبالتالي من الضغط داخل الأذين يقل، معناته البرجرز داخل البطين راح يبدأ بالزيادة. This causes the atrioventricular valve to shut quickly preventing the back flow of the blood. This causes the atrioventricular valve to shut quickly preventing the back flow of the blood. وبالتالي من يبدأ الضغط داخل البطين بالارتفاع الصمام راح ينغلق. واضح طلاب؟ الصمام مال القلب راح ينغلق، وإذا انغلق الصمام اللي يفصل الجهة اليمنى الأذين على البطين حتى شنو طلاب؟ ما يرجع الدم للأذين. هذا التراكاسبيد فالف شنو وظيفته؟ حتى ينظم عملية دخول الدم من الأذين الأيمن إلى البطين. فبعد ما الأذين يفرغ الدم بالبطين راح ينغلق رأسا، ينغلق فما يرجع الدم من البطين إلى الأذين. The general purpose of all valves in the circulatory system، وهذه وظيفة الصمامات كلها الموجودة بالجسم، is to prevent the back flow of the blood. وظيفة الصمامات بالأوعية الدموية هو prevent the back flow of the blood، يمنع رجوع الدم وين ما كان يجري. And so ensure that blood flow in only one direction، عملي يسمح أو ينظم بأن الدم يجري باتجاه واحد. When the right ventricle contract، when the right ventricle contract، عندما الأذين البطين الأيمن يتقلص، blood is forced out through the semilunar valve. أوكي، لاحظوا طلاب، عندنا السيميلونر فالف، الصمامات يسموها القمرية أو شبه القمرية. أيضا هذا صمام السيميلونر فالف عندنا صمامين، صمام موجود بالبولمونري فالف بولمونري أرتري، وصمام موجود بالأيارتا بالشريان الأبهر. فعندنا السيميلونر فالف أيضا والموجود بالبولمونري فالف، موجود بالبولمونري أرتري. ويرز هذا شنو وظيفته؟ it goes to the lungs، ينظم عملية جريان الدم من الفنتريكلز المن للرئة. حتى أيضا نفس الحالة وظيفة هذا الصمام يمنع رجوع الدم من البامبس from the right ventricles to the lungs. These are the only arteries to carry the oxygenated blood. إذن طلاب لازم تركزون طلاب عليها، عندنا البولمونري arteries ايش يحتوي؟ دم مؤكسج لا غير مؤكسج، دي اوكسجينيتد بلاد لو اوكسجينيتد بلاد. لاحظوا لازم بولمونري ارتري، ما قلنا بولمونري فينز، بولمونري فينز ايضا ناخذ ان شاء الله بالسلايد اللي بعده. البولمونري ارتري هنا يحتوي على دي اوكسجينيتد بلاد، وين يروح؟ يروح لللانج. طيب يا شو اسمه الفالف اللي يفصل الموجود بالبولمونري ارتري بين الفنتريكلز الرايت فنتريكلز واللنجز، يسمونه سيمي لونر فالف، سيمي لونر فالف. اوكي طلاب، هسه واضح عندنا الفالفات بالجسم بالهارت بالاوعيه الدمويه، هي اكو صمام يسمونه تراكاسبيد يفصل الجهه الرايت اتريوم فروم رايت فنتريكلز، والصمام الاخر احنا ناخذ ان شاء الله بالسلايد اللي بعده، هذا يفصل الليفت اتريوم، الليفت اتريوم فروم ليفت فنتريكلز، يسمونه الميترال فالف.
أما بالنسبة للسيميلونر فالف أو النصمامين، واحد بالبولمونري آرتري اللي يضخ الدم من الرايت فنتريكلز لللانجز، اللي هو موجود حتى ينظم عملية عدم إرجاع الدم مرة ثانية للرايت فنتريكلز. وأيضا عندنا الصمام الآخر اللي هو يسمونه أيضا سيميلونر فالف، الموجود بالأيارتا بالشريان الأبهر، حتى شنو يمنع رجوع الدم من الليفت فنتريكلز المن عندما ينضخ الدم إلى بقية أجزاء الجسم. The right ventricles contract, pumping blood through the pulmonary semilunar valve into the pulmonary trunk. Pulmonary trunk هو مثل ما قلت لكم هو pulmonary artery. The pulmonary trunk which carries oxygenated poor blood. إذن هو oxygenated poor blood يعني deoxygenated blood divided into pulmonary arteries. Okay, which go to the lungs. Pulmonary capillaries within the lungs. إذن البولمونري ارتريز راح يوزع الدم الى البولمونري كابيلاريز الشرايين الرئويه within the lungs allow gas exchange. اكسجين enters the blood. اكسجين enters the blood. Carbon dioxide waste is excreted from the blood. Okay, four pulmonary veins which carry oxygen rich blood enter the left atrium. Four pulmonary veins which carry oxygen rich blood enters the left atrium. إذن الدم بعد ما تبادل بالرئة وانطى كربون ديوكسيد وأخذ الأكسجين رح يرجع الدم مرة ثانية المن رح يرجع إلى الليفت أتريام عن طريق شنو؟ Four pulmonary veins أربع أوردة رئوية. إذن هنا البولمونري فينز، إحنا الفينز كل الجسم إيش يحتوي على دي أكسجينيتد بلاد ما عدا البولمونري فينز اللي هو يحتوي على أكسجينيتد بلاد من جاي من اللنكس المن للليفت أتريام which carry oxygenated rich blood enters the left atrium. The left atrium pumps blood through an atrioventricular valve. Okay, the left atrium pumps blood through an atrioventricular valve يسمونه bicuspid valve. The left atrium pumps blood through an atrioventricular valve يسمونه bicuspid valve أو يسمونه mitral valve to the left ventricles. إذن valve اللي يفصل left atrium from left ventricles يسمونه bicuspid valve أو يسمونه mitral valve. Mitral valve احنا طلاب الميترال فالف يعني يحتوي على هلالين، يعني لاحظوا القبعة تتركز على الترايكاسبت القبعة أم الثلاثية، بينما هذا ثنائية البايكاسبت أو يسمونه بعض المرات الميترال فالف. أوكي، to the left ventricles الثنائية يعني برأسين. The left ventricle contract at the same times as the right ventricles. يعني طلاب الدم الكمية الدم أو الحجم الدم الضخ من جهة اليمنى يساوي كمية الدم اللي يضخ من جهة اليسرى at the same times. Sending blood through the aortic semilunar valve. هذا من جاي طلاب الدم left ventricles ضخ الدم عن طريق الأيارتيك الشريان الأبهر وعن طريق صمام أيضا يسمونه aortic semilunar valve. نفس الشيء عندنا أيضا صمام يفصل left ventricles عن الأيارتم، وبالتالي هذا الصمام يسمونه aortic semilunar valve. Arteries and arterioles supply tissue capillaries. وبالتالي يضخ الدم إلى الشرايين بكل الجسم وعن طريق الشريانات وعن طريق الشعيرات الدموية. Tissue capillaries drain into the increasing large veins. وبالتالي التشو كابيلاريز الجاية من نهاية الارتريولز ترجع الدم، هذا كله ما أكسجد، ترجع الدم المن إلى larger veins بعدها إلى شرايين أو أوردة كبيرة،
عن طريق بعدين هذا الأوردة الكبيرة إلى السوبرير أن إنفيرير فينا كافا، وبالتالي يضخ إلى الأذين الأيمن وبطين الأيمن، وبالتالي تنعاد هذا السايكل مرة ثانية. هاي الدورة الدموية الصغرى، والدورة الدموية الكبرى يسموها سيستيميك سيركوليشن، وعندنا البولمونري سيركوليشن. طبيعة الله احنا أريدكم تركزون على جانب مهم كلش، هو أسماء الفالف اللي هي عندنا البايكاسبيد فالف أو يسموها الميترال فالف. وين موجود؟ موجود بالجهة اليسرى اللي يفصل الليفت اتريام فروم ليفت فنتريكلز. وعندنا الفالف الاخر يسمونه التراكاسبيت، هذا يفصل الرايت اتريام فروم رايت فنتريكلز. واضح طلاب؟ هذا لازم تركزون عليه. وعندنا السيميلونر فالف ايضا كلش مهم، اول موجود موجود بالايارتا وموجود بالبولمونري ارتريز. وايضا الدم البولمونري فينز ايش يحمل لنا؟ يحمل لنا اوكسجينيتد بلاد، وايضا البولمونري ارتريز يحمل لنا دي اوكسجينيت بلاد. هذه الطلاب لازم تركزون على نقاط كلش مهمه. The heart is double pump، ومثل ما قلت لكم الهارت ما طول عندنا جانب يضخ الدم للرئه، واكو جانب يضخ الدم المن الى الاجزاء الجسم البقيه، فيسمونه double pump because the right ventricle of the heart send blood through the lungs and the left ventricles send blood through the body. احتمال طلاب يجيكم سؤال، why is heart is named double pump؟ ليش يسمى القلب double pump؟ لازم تجاوبون الجواب مالته، because right ventricle send blood to the pulmonary and the out to the lungs and the left ventricle send the blood through the body. هذا سؤال مهم كلش طلاب. Each heart beats is called cardiac cycle. كل نبضة بالقلب يسمى cardiac cycle. عندنا systole هو working phase refers to the contraction of the chambers، يعني تقلصات الأذين أو البطين، هذا يسمونه systole. بينما انبساطة relaxation يسمونه diastole. Relaxation of the chamber يسمونه diastole. The contraction التقلص مالته يسمونه systole. The heart is contract our beats about 17 times per minute on the average in the healthy adult with each heart beats lasting about 0.85 second. With normal resting rate varying from 60 to 80 beats per minute. طيب يا طلاب احنا عدد نبضات القلب الشخص الطبيعي هو يتراوح من 60 الى 80، اوكي، من 60 الى 80. طبيعي طلاب الاذين الفرق بين تقلص الاذين وانبساطه يفرق عن تقلص البطينين وانبساطه ما يقارب 85 من الثانيه، 85 من الثانية. هذا رقم 85، يعني تقلص وانبساط تقلص الأذينين عن انبساط البطينين يفرق ما يقارب 85، فرق ماتين بالوقت هو 85 جزء من الثانية. There are two audible heartbeat sound، وبالتالي هذا التقلص الأذين وانبساط البطين الصوت ماتم يسموه لوب دوب لوب دوب، وهو واضح. بعض المرات الهارت ميرمر أو سلايت سويتش ساوند افتر ذا لوب از اوفن ديو تو ليكي فالف. فاذا شغل الاطباء بعض المرات بالستيثوسكوب بالسماعه يسمعون فد صوت مرمرز بالسماعه مال القلب، هذا معناته بعض المرات اذا صار اكو مثلا اختلاف عمليه بالفالف بالصمامات مال القلب، بعض المرات ما تضخ الدم او ما تنغلق بصوره كامله، فيتولد مرض يسمونه مرمرز، يعني بحاله مرضيه يسمونه مرمرز، which allows blood to pass back into the atria after the AV valve have closed. وهذا سببه لان الصمام ما ينغلق بصوره كامله، فالدم قسم منه يرجع الى الاذين، وبالتالي نقدر هذا عمليه جراحيه يقدر يسوي كوركشن للفالف. هذا بالنسبه هذا السلايد. انتوا طلاب السلايد هذا المهم، السؤال المهم هو why heart is called double pump، ايضا جوابه موجود، وتركزون شنو السيستول وشنو الدايستول، يعني الكونتراكشن اوف ذا تشامبر اوف ذا هارت يسمونه سيستول، وريلاكسيشن اوف ذا تشامبر اوف ذا هارت يسمونه الدايستول.
الهارت بيتس شقد بالدقيقة؟ 60 إلى 80 دقيقة بيتس بير مينتس. نجهز الطلاب الهيباتيك بورتال فين، الهيباتيك بورتال فين، الوريد البوابي الكبدي. طيب يا طلاب هذا وظيفته درينز بلاد فروم ذا كابيلاري بيتس اوف ذا دايجستيف تراك تو ذا كابيلاري بيد ان ذا ليفرز. هذا يصب الدم من الشعيرات الموجوده بالقناه الهضميه ويصبها بالشعيرات الموجوده بالليفرز. فيسموه البورتال انديكيت ذات ات لايز بتوين تو كابيلاري بيدز. فليش يسمونه هذا الوريد البوابي يسمى ليش لشويقة between two capillary beds. The blood in the hepatic portal vein, the blood in the hepatic portal vein is oxygen pores. The blood in the hepatic portal veins يكون oxygen pores. لكن شنو؟ لأن هو جاي من digestive tract يكون غني بالكلوكوز بالأمينو أسيد وأذن النيوترينت. ليش من جاي من small intestine؟ وبالتالي يروح للكبد لأن الكبد راح يسوي stores of glucose as glycogen and it is either store amino acid or use them immediately to manufacture blood protein أو يستعمل أحماض الأمينة حتى صنع له بروتينات. أيضا the liver purifies وبالتالي أيضا الكبد يصف الدم الجاي إلى عن طريق من digestive tract يخلص من التوكسينز من السموم ومن الباثوجين الشارات الميكروبات زين. And have entered the body by way of the intestinal capillaries after blood has filtered بعد تصفية الدم slowly through the liver it is collected by the hepatic vein and returned to the inferior vena cava ويجمع عن طريق يجمع هذا عن طريق الهيباتيك من الكابيلاري الى الهيباتيك فين ومن الهيباتيك فين يصب بمن بالانفيريور فينا كافا. هذا واضح ان شاء الله. هذا طلاب احنا طلاب حتى اول موضوع هذا السلايد تركزون على شنو وظيفه الهيباتيك بورتال فين. وظيفته الرئيسيه هو درينز بلاد فروم كابيلاري بيدز اوف ذا دايجستيف تراكت تو ذا كابيلاري بيد اوف ذا ليفرز. هذا المهم اريد من عندكم تركزون عليه. وأيضا الشغلة الأخرى اللي تركزوا عليها after the blood has filtered slowly through the liver it is collected by the hepatic vein and returned to the heart by the veins. شو يسمون هذا ال veins inferior vena cava. هذا أيضا لازم طلاب تركزوا عليها. طلاب إحنا طبيعي ال internal control of the heart beat يعني إحنا تعرفون إحنا الهارت شلون يصير عملية الضخم عملية العمل مالته أو الوركينج مالته. طبيعي إحنا عندنا المسل فايبرز بالهارت أكو نوعيتين أكو أوردينري مسل فايبرز وأكو سبيشاليزد مسل فايبرز. طبيعي سبيشاليزد مسل فايبرز اللي هي يسموها نودل تيشيو أنسجة متخصصة نسيج متخصص اللي هو أول شيء located in two regions of the heart اللي هي أول شيء عندنا الـ SA node. هذا الـ SA node وظيفته الرئيسية هو initiation of the action potentials يعني توليد الجهد الكهربائي. Okay, located in the upper dorsal wall of the right atrium the AV وأيضا عندنا الـ AV atrio ventricular node is located in the base of the right atrium very near to the septum. Okay انتو طلاب اهم شيء سيطرون تذكروا لي شنو الفانكشن عندنا السبيشاليزد تيشيو اوف ذا هارت. نوعيتين عندنا الاس اي نود والاي في نود. اوكي ذا اس اي نود انشيئيت لذلك يسمون اس اي نود الجهد الكهربائي من يجي طلاب يجي من الاس اي نود and automatically send an outer excitations signals every 85.85 of the second. مثل ما قلت لكم الفرق بين الريلاكسيشن والكونتراكشن بالأذين عن البطين هو فرق جقد 85 سكند. وهذا الفرق هو فرق الجهد الكهربائي الفرق بين الأتريوم والفنتريكلز. فاحنا طلاب عندنا السبيشاليز تركزوا على سبيشاليز تيشيو اوف ذا هارت ذات انيشيت هارت بيت هو عندنا الاس اي نود والاي في نود. واضح الاس اي نود
والاي في نود. وهذا ايش يسمونه الطلاب؟ يسمونه البيس ميكر. البيس ميكر اوكي، هسه واضحه هذه. طيب يا طلاب احنا ايضا تركزون هذا هسه، هاي نقطه لازم تركزوا عليها. ايضا اكو اذر بيس ميكرز، يعني احنا عندنا الجهد الكهربائي يتولد منين؟ من الاس اي نود، وينتقل لمن؟ للاي في نود. الاي في نود شلون تنشر الجهد الكهربائي على عضله البطين كلها؟ The signal of the for the ventricles to contract travels from the AV node through the two branches of the atrioventricular bundle. إذن أول شيء الأي في نود من يوصل الجهد من الأس أي نود للأي في نود، الأي في نود أكو فد bundles bundles. هاي البندلز توصل على كل أجزاء البطين ويسمونها بيركنجي فايبرز، يسموها بيركنجي فايبرز. The AV bundles يعني أكو bundles تجي من الـ AV، وهذا الـ bundles تتفرع على كل أجزاء البطينين يسموها بيركنجي فايبرز. The AV bundles its branches and the Purkinje fibers work efficiently. The SI node is called pacemaker because it is regulate heartbeat. If the SI node fails to work properly, the heart still beats due to signal generated by the AV node. طبيعي الSI node إش قد يولد نبضات كهربائية أو قد يولد beats؟ يولد ما يقارب 100 إلى 120 بيتس بالدقيقة. بينما الفنتريكلز الأي في نود أيضا إنشأت هارت بيتس، إيش كان يولد؟ يولد 40 إلى 60 بيتس بير مينتس. فطلاب إحنا بعض المرات أكو حالات مرضية تصيب الأذينين، ولكن يعني مثلا إذا الأس أي نود ما يشتغل كلش تمام، أدفت خربطة أو ما يشتغل كلش تمام، يستمر القلب بالنبض. ليش يستمر؟ due to signals، هاي كل السؤال لازم مهم، due to signals generated by the AV node but the beats، لكن شان تكون طلاب؟ تكون slower 40 إلى 60 beats per minute. to correct this conditions بعض المرات أكو عمليات يسموها زرع pacemaker صناعي حتى شنو؟ أي ينظم عملية نبضات القلب. إذن طلاب هذا السلايد تركزون على What is the pacemaker of the heart؟ هذا السؤال مهم. What is the pacemaker of the heart؟ pacemaker هو الأنسجة تولد جهد كهربائي بالعضلة القلبية. عندنا الـ SI node والـ AV node، وعندنا Purkinje fibers bundles and fibers of the Purkinje bundles and fibers of the Purkinje. اوكي هذا السؤال، بس هذني تعددوا الويان كلش انف، ما احتاج منها اي شيء. والسؤال الاخر if the SI node fails to work properly the heart still beats still beats. شنو سببه؟ تكتبون سبب due to signals generated by the AV node but the beats is slower 40 الى 60 beats per minute. اوكي هذا الجواب اريده معكم. اوكي ان شاء الله واضحه طلاب. عندنا ايضا اكو هذا internal، ولكن ايضا اكو external control of the heartbeats اللي هي طلاب عندنا external عن طريق parasympathetic nervous system وعندنا sympathetic nervous system. طيب sympathetic nervous system increase heartbeats وعندنا parasympathetic nervous system decrease heartbeats اللي هو شنو؟ عندنا بسبب تحفيز الفيغال نيرفز. فطلاب انا قلت لكم الاس اي نود يولد 100 الى 140 بيتس بير مينتس اوكي، ولكن احنا حاله طبيعيه قلت لكم ايش قد؟ من 75 الى 80 او من 60 الى 70 هارت بيتس بير مينتس. زين من ده يقللها؟ ده يقللها هو الفيغال نيرفز اللي هو باراسيمباثيتك نيرفس سيستم، يقلل من هذا النبضات المتولده بالاس اي نود وبالتالي ينظم لنا. اذا اللي ينظم الهارت بيتس ايضا الاكسترنال هو السيمباثيتك نيرفس سيستم والباراسيمباثيتك نيرفس سيستم. طبيعي باراسيمباثيتك ديجريز اس اي ان اي في نودال اكتيفيتي اوكي،
وsympathetic increase SA and AV nodal activity. لازم انتم تركزون على نقطتين, parasympathetic شي يسوينا decrease SA and AV nodal activity, يعني يسوي تباطؤ ضربات القلب, بينما sympathetic يسوي عمليات بريديكارديا, وsympathetic increase SA and AV nodal activity يعني زيدنا نبضات يسوي تكيكارديا. طيب يا طلاب, احنا مثل ما قلت لكم بالمصطلحات الطبيه الالكتروكارديوغرام الاي سي جي هو يمثل ريكوردينج اوف ذا الكتريكال تشينجز ذات اكور ان ذا مايوكارديوم ديورينج كاردييك سايكل, هما مثل ما قلت لكم. وعندنا البلاد بريشرز اللي هو يكون اما اذا يزيد يسمونه هايبرتنشن, واذا يقل يسمونه هايبوتنشن. احنا طلاب اريد منكم بهذا السلايد تركزونا على شنو عمل الباراسيمباثيتك, شو يعمل بالعضلة القلبية, والسيمباثيتك شو يعمل بالعضلة القلبية, واحد يزيد واحد يقلل. اوكي, باراسيمباثيتك ديكريز, السيمباثيتك شنو انكريز. اوكي طلاب, هسه هذا السلايد ايضا قلت لكم طلاب بالنسبة للضغط من واحد يقيس الضغط يقول لكم مثلا 120/80, فهذا الحالة الطبيعية الريستنج بادي بريشرز بالأدلت شو يكون؟ يكون أما 120 أو أقل أو 80 أو أقل, هذا الطبيعي بالأدلت ما عدا أمراض معينة. طيب طلاب, 120 هذا يسموه هايست أرتيريال بريشرز, يسموه سيستوليك بريشرز. أوكي, بينما اللوست أرتيريال بريشرز يسموه الدياستوليك. إذا أكو واحد هايست أرتيريال بريشرز هو سيستوليك بريشرز, أما هذا الجزء الآخر يسموه دياستوليك بريشرز, يعني 120 تمثل سيستوليك الكونتراكشن, أما الريلاكسيشن أوف ذا تشامبر إشكد هو 80, واحد سيستوليك واحد دياستوليك, يعني الكونتراكشن هو إشكد 120, الطبيعة وأقل, والريلاكسيشن أو الدياستوليك يسموه 80 أو أقل. هذا يعني لكم معلومات تفيدكم إن شاء الله. وقلت لكم إذا عندنا بعض المرات استستوليك بريشرز أكثر من 120 ومعناته هذا عدى, أو الدياستوليك أكثر من 80 هذا عدى مثلا بلاد هايبرتنشن, زيادة بالضغط, أما إذا أقل من هذا المستوى يسموه هايبرتنشن, يعني نقصان بالضغط. طلاب, عندنا الموضوع الأخير بهذه المحاضرة هو الإكسشينج آت ذا كابيلاريز. احنا طلاب حتى ألخصكم إياه, هذا رسم أمامكم يوضح شلون يصير عندنا إكسشينج أوف ذا نيوترينت أند فلويد بالكابيلاريز. طلاب, أنتوا تعرفون الكابيلاريز هو حلقة وصل بين الارتيريولز والفينيولز, حلقة وصل بين الشرينات الدموية وأيضا شنو الوريدات الدموية الأوردة الدموية. فاللي يسيطر على الإكسشينج of the materials and the fluid بالكابيلاريز هو عاملين. العامل الأول مثل ما قلت لكم طلاب موجود هو الأوزموتيك بريشرز والهيدروستاتيك بريشرز. أوكي, two forces control the movement of the fluid through the capillaries wall. هاي دا معكم تحفظونه. البلاد بريشرز أو يسموه هيدروستاتيك بلاد بريشرز which tend to cause fluid in the blood to move from capillary to the tissue space. And osmotic pressures, واخذنا احنا بالموضوع البيولوجي الاوزموتيك بريشرز شنو يمثل, يعني السوليوت الموجود داخل الدم, السوليوت الموجود داخل الدم هذا يولد اونكوتيك بريشرز او اوزموتيك بريشرز which tend to cause the water to move in opposite directions, يعني باتجاه عكسي, يعني blood pressures داخل التأثير شنو tend to cause the fluid in the blood to move from capillary to the tissue spaces, يعني ضغط الدم أو الهيدروستاتيك بريشرز بالكابيلاريز يسمح بتبادل السوائل من الكابيلاري المن للأنسجة tissue spaces, tissue spaces. بينما الأوزموتيك بريشرز إيش يسمح لنا طلاب؟ يسمح to causes water to move in the opposite directions, يعني حيكون من الأنسجة داخل الشرينات الدموية أو داخل الكابيلاري vessels. فطلاب تركزون, احتمال يجيكم سؤال مهم هو شنو اللي يسيطر على exchange of the capillary
فقط تكتبوا لي blood pressures والosmotic pressures. فطلاب هسه نجي على أول شيء عندنا هذه الارتيريولز اند، هاي النهايات الشرينات أمامكم، هذا الرسم باللون الوردي arteries end باللون الوردي نهاية الشرينات. شو يكون طلاب الضغط؟ شو يكون fluid exist capillary، السوائل تخرج من capillary sense capillary hydrostatic pressures. ليش 35 مليمركري is greater than blood colloidal osmotic pressure 25. إذا طلاب الفلود اكزيست كابيلاري، ليش بالنهاية الشرينات السوائل تخرج من الشرينات الدموية من الكابيلاري؟ بسبب أول شيء الهيدروستاتيك براجرز 35، معناته طلاب شنو 35 يكون أكثر من الكولويدال أوزموتيك براجرز اللي هو 25، فبالتالي السوائل شنو تخرج من الكابيلاري إلى أنسجة الجسم على التشيو او انترستيشيال فلويد. اوكي، بينما بالوسط نشوف الفرق بيناتهم، هذا مثلا 35 و25 الفرق 10، يعني فرق 10 هوايه، معناته شنو هو الفلويد الهيدروستاتيك براجرز شو يكون اكثر من البلد كولويدال اوزموتيك براجرز، بينما بالوسط نشوف الفرق بيناتهم يكون صفر، يعني ال هيدروستاتيك براجرز 25 والكولايدال اوزماتيك براجرز 25، فمحصله صفر، يعني ما يصير بي تبادل، نونت موفمنت، ماكو اي تبادل بالسوائل. بينما بالنهايه الثانيه بالبنيوس شي يكون طلاب يكون الفلود ري انترز، يعني بالارتيريوس تخرج السوائل الى خارج الكابيلاريز، بينما بالفينيوس ترجع السوائل الى داخل الفينيوس. ليش؟ ليش؟ لان الهيدروستاتيك براجرز 18 أقل من الكولويدال أوزموتيك براجر 25، يعني شكد ناقص 7، فبالتالي الضغط يصير أقل الخارجي عن الداخلي، فالسوائل تدخل من الخارج إلى الداخل. بينما بالأرتيريوز شنو السوائل الضغط شو يكون؟ يكون 35 عالي أكثر من الكولويدال، فالسوائل تخرج من الخارج من داخل الكابيلاري إلى خارج الكابيلاري. هذا شنو الغاية مالته؟ حتى يصير تبادل بالنيوترينت، يصير تبادل بالنيوترينت. فطلاب هذا الرسم ركزوا عليه، ركزوا على أرقام كلش مهمة، ما أريد منكم غير أول شيء تذكرون الفرق بالأوزموتيك وهيدروستاتيك براجرز بالأرتيريوز وبالفينيوز جيد يكون حتى يصير عن التبادل بالكابيلاري اكسشينج، وشنو العاملين الرئيسيين يأثر على هذا التبادل؟ هو عندكم البلد براجرز أو الهيدروستاتيك براجرز والأوزموتيك براجرز. شكرا طلاب على إصغائكم، و إن شاء الله نلتقيكم، إحنا ما ظلنا عندكم فقط يمكن محاضرتين ومختصرة، وإن شاء الله حد يزلكم أيضا هوم وورك على هاي المحاضرة، وأريد أن أعطيكم الحلول بإذن الله. تمنيت لكم بالتوفيق وشكرا جزيلا.